مع طبيب باش تكون معنا شوية آخر أخصائية التغذية مريم التوكيبري، وقت اللي نحكي على الأكل العاطفي وكيف التخلص منه. تلمو العاطفة تأثر على حياتنا برشا اليوم، أبارامون العاطفة تأثر على الماكلة، وأنت ريم أبارامون عندك أبارامون موضوعي هي موضوعك عندك ماضي. مرحبا، ماضي وحاضر ومستقبل. لا بكري شوف، أهلا بيك تاع مرحبا يعيشك، مرحبا بيكم. خاطر احنا كي شفت مرحبا بيك شفت الكوندكتور قلت لها شنو الأكل العاطفي، يعني كي نبدا انا اموغوز عندي روسيت سبيسيال، عندي ريجيم سبيسيال. تبدا اموغوز اش تاكل انت؟ نك شوكولاته. وكي تبدا متقلق نشرب قهوه. ولا والله ماكش بعيده في بالحق على الديك، معناها الوصفه نتاعي اللي نعرف يقولوا اللي تبدا باغ اكزومبل عندها ان شاغران دامور متقلقه تاكل شوكولاته فيها مانيزيوم باش ترتاح اعصابها. مخها يحرق وقلبها يحرق وزعم شبيه ما كلمنيش، شبيه ما عملش فيو وعمل فيو ما جاوبنيش. نعمل كسكسي. لا ديك عاد في اللوطيه، مش حتى نخلطوا اللوطيه. قلت لك مو غاز. لا بالحق شنو الاكل العاطفي؟ هو جوستومون هو لهنا نحكيو على لافان ايموسيونيل اللي هو الجوع العاطفي، مش الاكل العاطفي ولكن الجوع العاطفي اللي هي لافان ايموسيونيل، معناتها وقت اللي نكونوا عندنا معناتها ان اكسبلوزيون ديموسيون، سوا متغشين والا اون ستريسي برشا، نخموا في حاجه فرحانين، واللي هو هذايا ولينا نعيشوه ديما وهو السبب نتاع لو شانجمون دو ريتم اليمونتير عندنا. سامحني معناها تبدا جيعان كي تبدا فرحان برشا تنجم تتسقم والا العكس؟ اي فوالا، يا فرحان برشا يا حزين برشا، يا تتسقم يا تاكل برشا. برشا ناس تبداو ستريسي ياكلوا برشا، راهم برشا يسمنوا كي يبداو ستريسي. انا نعرف شكون فرحان برشا ياكل، حزين برشا ياكل، في نورمال ياكل مهما كانت الظروف ديما ياكل. فوالا كيما ناديه حواس الحياه. فما حاجه اخرى دكتور، فما ناس ناديه حواس كي تبدا فرحانه تاكل لازم تغشى مهمها في شيء. فما حاجه اخرى، فما ناس كي تصير لهم حاله اكتئاب بينجموا يشربوا ويقبلوا السوائل ما نجموش ياكلوا. فوالا اي هو وين جوستومون نحب نحكي انا بور سيتي شويه بالنسبه للناس اللي يتفرجوا فينا، اللي راهو لهنا الجوع العاطفي نحكيو على اسونسيلمون لي زورمون اللي يتحكموا فينا ويتحكموا في الشهيه نتاعنا. علاش اخترت لو سوجي هذا؟ على خاطر قاعده نتعرض برشا تو في بيريود هذيا نتاع شونجمون دو سيزون ونتاع دخول القرايه ونتاع الصغار والكل، انه معناتها برشا يقولوا لي لا جيعانين برشا، راهو عندنا برشا جوع، رانا معناتها ديما نحبوا ناكلوا، والا راني ما نجمش نقطع الحلو، لا يلزمني حاجه حلوه. بدنك يطلب حاجه حلوه وهذا الكل ما فهمش منه. فما هو جوع يلزمنا نفهموه الساعه شنو هو الجوع في حد ذاته، خاطر فما لونفي وفما لو بوزوان. الجسم نتاعنا مجموعه من الاعضاء تستحق يوميا المجموعه من الحريات اللي هي تجينا في الماكله نتاعنا، فيتامينات املاح. لهنا الفوليوم نتاع المعده نتاعنا بلو احنا باش ناكلوا كميات كبيره، ماناش قاعدين نغزلوا شنو ناكلوا، معناتها انكونسيامون قاعدين ناكلوا في كميات كبيره، الفوليوم نتاع المعده باش يوسع. هي المعده معناها غشاء يتمطط، دونك وين المعده هذيك باش توسع تولي ترفع ماكله كبيره برشا، معناتها ما نولي نشبع كان ما ناكل كميات كبيره. هوني المشكل وين؟ وقت اللي انا ما عادش نعرف روحي اسكو شاهيه والا جيعانه؟ اسكو اللي كليته هذاك انا ريالمون مستحقت له والا على خاطرني عندي ان فيد ايموسيونيل، خاطرني متغشه ولا خاطر نخمم في حاجه نحب نحط كاين يغلي فك الحاجه هذيك. انت تحكي على الفيد ايموسيونيل، انا قداش الطب التغذيه وعالم التغذيه الممبرسيون، خاطر كل مره حاجه جديده. فما شكون يحط الأطروحة أنه كيف ما قلت أنت كي نبدأ أنا حزين ننزل على الماكلة، لأنه الماكلة اللي باش ناكلها هذيك سي لا سورس دو بليزير وما عندي حتى بليزير آخر. وهل هوني فما يمكن هل يعتبر أنه خطأ أنه الأولياء وقت اللي الصغير يقولوا اقعد رايض نعطيك كعبة حلوة، اقعد رايض نجيب لك شوكولاتة، يولي أون سورس دو ريفليكس الحاجة الحلوة ولا كالحلوة ولا كالشوكولاتة، معناها كأنها مكافأة ولا تعطيك الفرحة، معناها هو أبوك ولا أمك يدخلها لك بالسيف في مخك. كي تكبر تولي كي ستريسي والا فت نزرع حلوى الشوكولات. هو لهنا باش نقول لك حاجه حتى ابعد من هكا، صحيح اللي سي فغي اي صحيح وصحيح، وما نلوموش لي بارون على خاطر طبيعه البشر من اصله، معناتها وقت البيبي يتولد الفرحه نتاع الام انه باش ترضعه. لو كونتاكت هذاك فيه ماكله بالنسبه للصغير يقعد له مترسخ حياته كامله، انه يبدا يلوش في حنان نتاع الام. محلاها ليماج نتاعك فوالا مقاربه هذيك صحيحه. هي وقتها يولي يحب ياكل حاجه على خاطر باش يحس ان بليزير ويحس ان ريكونفور. المشكله وين؟ في لو موفي شوا. تفرق بين باش نمشي انا باش ناكل متغشه مثلا، باش ناكل فاكهه، باش ناكل غله، باش نعمل تختين بالفرماج البحر، بين مثلا باش نمشي ناكل شوكولاته والا باش ناكل حاجه حلوه والا لو سكر. لهنا المشكله نتاعو اللي هو حبيت نحكي عليه في الجوع العاطفي، انه وقت اللي نبداو ستريسي
السكر راهو في المخ باش يخلق توازن كبير برشا. فما لا سيكريسيون دو دوبامين اللي هي من هرمونات السعاده واللي وقت اللي انا عندي كسونساسيون دو بيانيتر اوتوماتيكمون باش نلوج عليها ديما. بربي سؤال مادام تحكي على السعاده خلينا نستغلك هوني في باتو كي نحب نكون سعيده اش لازمني ناكل؟ هوني فما برشا حاجات جوستومون قولهم لي كل توا صرفتهم لي كل والله باش نكتب نحب نكون سعيده انا. فما اول حاجه التريبتوفان اللي هو معناتها حمض اميني موجود في البروتيدات دونك نقولوا بروتيدات اسكالوب دجاج ديما ناكل فيهم ومانيش فرحان. فما لافيتامين بي 6 لافيتامين بي 1 معناتها لافيتامين دو جروب بي بصفه عامه اللي كيف كيف نلقاهم في البقول الكامله في الفواكه الجافه هوني راهو ديما نحكي غاليين دكتور. فما في اللوبيا ظهر لي ولا غاليين كي نقولوا فاكهه فما في اللوبيا في اللي لوبيا وكاكاوي 50 غرام حمص بيت تجيب لي السعاده تجيب سعاده مثلا. شفت قداش الحياه بسيطه ايمان بالنسبه للفاكهه اللي هي غاليه ولا حبيتك الجلين والكاكاوي ماهمش غاليين ماهمش غاليين انا ديما ننصح بهم. فما البغ دو كاكاوي فما البسيسه اللي تاعهم فيها بالجلجلان بسيسه تجيب سعاده البسيسه باهيه برشا مش هي تجيب السعاده هي راهو فيها لي فيتامين دو جروب بي اللي هما ينوريس لو سيرفو معناتها يخليه الخلايا العصبيه تخدم حياه بسيطه. راهو الناس اللي ياكلوا من الحاجات هذيا يوميا على دوري طويله يلاحظوا اللي هما ما عادش عندهم برشا ستريس يوليو يكومبات لو ستريس هذاك يلقاو دي سوليسيون لي بروبليم تاعهم وتولي لومور تاعهم ستابل ما عادش عندهم اللي يتغشوا برشا والا يفرحوا برشا لي سوت دومور اللي تصير اكوز دو ستريس. ديما نرجع ونقول انت حكيت على نقطه هامه في ستريس. فما ناس اللي بستريس يسمن ويقال انه الكورتيزول فما سيكريسيون كبيره دونك ميتابوليزم تاع بدنه يتعطل. فما شكون يقول لك انا ستريس يسمني راني ما ناكلش نتنفخ اي صحيح. وفما شكون ستريس يضعفهم معناها اي نبهت معناها يقول لك مخي نحرق. كيفاش نفسروها سيونتيفيكمون وشنو هي الحلول نعملوها للناس اللي ستريس يسمنهم من غير ما ياكلوا والستريس اللي ضعف؟ باهي هوني ساعه باش نفهموا لو ستريس شنو هو في حد ذاته. مش كل شيء نسميوه ستريس. لو ستريس كون اون نو ميتريز با اون سيتياسيون نتحط في سيتياسيون جو بو با لا ميتريزي نولي عندي نوع نتاع خوف مانيش عارفه شنو ينجم يصير ومش انا اللي نسيطر هذاك لو ستريس. معناتها نستنى في ان ريزولتا نستنى في حاجه ولكن الغش سي ديفيرون. بالنسبه للستريس فما ليغو فما الكرونيك. اذا كان انا نعيش في ان ستريس كرونيك خدمتي ماهيش موالمتني نخمم ديما في حاجه عندي مشكله ستريس هذاك راهو سافا فينيغ باش يسمن. علاش؟ على خاطر باش ياثر لي على النوم نتاعي ما عادش باش نرقد بالكدا دونك وقتي ما عادش باش نرقد بالكدا فما البيك دو كورتيزول اللي هي هذه الهرمون اللي هي اليكسيت تحضرك تهيئك باش تقوم الصباح البيك نتاعها يصير 6 نتاع الصباح. اذا كان انا ما عملتش سوايع النوم نتاعي كيف ما يلزم باش تصير بيرتورباسيون في الكورتيزول الهرمونه هذه. الكورتيزول اللي هو باش يولي يساهم في تكوين الشحم في منطقه البطن كما اللي يخدم في التريتمون بتاع الكورتيكويد. فوالا علاش قلت لي انت ايمان يزيدوا في الميزان اللي يزيدوا في الميزان من ستريس ما يزيدوش في البدن الكل يزيدوا في الكرش. دونك لهنا علاش في الكرش على خاطر هذيك بالنسبه للبدن سي لا سورس نتاع معناها نتاع الغريس لا بلو رابيد. معناتها وقت البدن وقت يبدا في ان ستريس ويحب باش يجبد شحم باش يجبد من الكرش. اما بيان سور هو ما يجبدش خاطر ديما نعطيو فيه في الماكل دونك يقعد ديما شحم غادي موجود وتقعد الكرش موجوده. بالنسبه للناس اللي يضعفوا هو العكس وقت تبدا في ان ستريس ايغو فجعة ان شوك ايموسيونيل مثلا حد توفى له حد في العائله ولا حاجه ولا روبتور ولا تبدا ايغو هذيك باش تاثر على الشهيه وباش تاثر على الادرينالين. دونك الادرينالين اللي هي الضعف معناتها اون جينيرال الادرينالين تحرق برشا دونك سي بور سا سي ديفيرون. هو ديما انا شنو نقول التغذيه هوني وين تلعب دور مهم انه كي تكون غنيه بالاوميغا 3 اللي هي تساهم في تكوين معناتها باهيه برشا للمخ بالمغنيسيوم باللي فيتامين بي كما قلنا قبيله وين موجودين بالهيدراتاسيون نشربوا برشا ماء هذوما يساهموا برشا باش انه المخ يبدا يخدم كيف ما يلزم الخلايا العصبيه نتاعنا تكون ان بون سونتي وهذاك اللي يخلينا ستابل لومور نتاعنا راكحه نبداو فرحانين وما عندناش سورتو هوني نقاوموا اكثر اك الجوع اللي ما فماش منه. هذا هو الجوع العاطفي. ماني معناتها فطرت انا توا عندي ساعتين من الفطرت وحسيت جوع ان بيك كانت لي في حاجه نضحك ضحكه نقرا كتاب نهز تليفون باش نكلم صاحبتي سي بون نسيت الجوع. فما فرق على خاطر الجوع الحقاني اللي هو يجي بشويه بشويه ويتقوى اللي نكشف اللي تعمل صوت فوالا ونولي ما عادش نجم نركز هذاك جوع بالحق. اما كي يجي ويمشي وفما برشا ناس دكتور تبدا جعانه 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 برشا ومن بعد تاكل كميه قليله تشبع في ساعه. اي هذوما امور نفسيه زاده فيها امور نفسيه معناتها يستقاتوا من لو بو اللي حاجتهم به. فما زاد لو فوليوم تاع المعده اللي حكيت عليه اللي هما ناس اون جينيرال ما عندهمش سيغ بوا كبير معدتهم خاطر تبدا صغيره في ساعه يشبعوا في ساعه يجوعوا. لهنا شاكان سون ريتم دي بتيت كولاسيون ديما يكون احسن حاجات خفاف معناتها كيما قلنا غله دي تارتين فاكهه خضره تنجم تكون حاجه طايبه مثلا عبيت انا صحن مقونه بعد نعاود ناكل شويه مقونه اخرى. اذا كان احنا نحكيو على ستريس وكيما قلنا معناها ستريس يخليك تسمن مثلا يا تضعف اسكو هوني انا بور دو مانيزيوم يعاون ناخذ
معناها مكملات غذائيه بالمغنيسيوم والا شنو الماكله الاخرى خلينا نذكروا بها انه تنجم بور جيري لو ستريس باش الميتابوليزم يركح شوي. حتى ساعات تجيك دي سيتياسيون تو بو با جيري فريمون طون ستريس برشا خدمه والا ان شوك ايموسيونيل ولا غيره. شنو الاغذيه اللي نجموا نعملوا بها شويه اكيليب؟ هوني لي برودوي دو لا مير كلهم، الحوت، السردينه، لي فروي دو مير، السبيرولين اللي هي ولات موجوده برشا معناتها لي زالك هذوك كيما السردينه. السردينه باهيه برشا خاطر فيها لي زالك اللي نلقاوها في لا كويزين ازياتيك، نلقاها في الازياتيك. فما لا سبيرولين توا ولات تتباع حتى في الفارماسي اون بودر، دونك باهيه برشا هذيك فيها لي فيتامين دو كوب بي وفيها برشا مغنيسيوم. كيف كيف نلقاهم، نلقى المغنيسيوم في الفاكهه كيما قلنا جرجلان كاكاويه اون بتيت كونتيتي على دوري طويله معناتها 6 موا ناخذ مغرفه صغيره نتاع جرجلان احسن من باش ناكل كميه كبيره ومن بعد نوقف. نحكيو على اون دوري بيان سور. البقول، العدس، الزبيب زاده، الغله الشايحه بطبيعه فيها برشا بوتاسيوم، فيها برشا مغنيسيوم. وهوني راهو تعديل السكر واجب على خاطر اكل بيك نتاع السكر. الناس اللي ياكلوا برشا سكر هما ناس ستريسي اكثر، ناس يوجعهم راسهم برشا وما يرقدوش بالكدا في الليل، معناتها يدخلوا في ان سيركل فيسيو. داكوغ. فما سؤال اخر يتسالوا، فما شكون يقول لك انا راني بستريس نولي ناكل برشا مرات لكن اشاك فوا كي نعمل قايله والا نرقدش درج ونقوم جيعان برشا. نعرفوا انه لو سومي عنده انفلونس على الميتابوليزم، اما اسكو هذه حاله عاديه والا لا؟ لانه دوب ما يرقد درجين والا ربع ساعه والا نص ساعه يقوم ديريكتومون جيعان. اي اللي موجوده النوم راهو في النوم نحرقوا بالكدا. برشا ناس يقول لك ليه ما تاكلش في الليل على خاطر النوم يسمن. هو لا بالعكس، راهو في النوم المخ يخدم بالكدا. دايوغ لو سومي بارادوكسال معناتها وقت اللي احنا مرتاحين برشا المخ يخدم برشا. الحلمه تجي فك السومي بروفون هذاك المخ يخدم برشا. المسكل نتاعنا راهو يخدم بالكدا في الليل، ريكوبيراسيون نتاع الخلايا معناها العضليه تصير برشا في الليل، رونوفيلمون سيلولير البدن نتاعنا الكل والخلايا نتاع البدن تعاود تتجدد في الليل. بالعكس في النوم فوالا النوم راهو وقت النوم البدن يحرق ميم اكثر حتى من وقت اليقظه. دونك سي بور سا نقوموا جاعين سواء في القايله ولا في الصباح معناتها بعد ما نرقدوا. بالطبيعه لهنا باش ناكلوا يلزمنا ديما راهو نتجاوبوا مع البدن نتاعنا. اذا كان جيعان الانسان يلزمو ياكل، اذا كان اونفي كما قلت نعرفوها وقتاش هذيك ينجم يعمل عليها ستوب باش ما يزيدش في الميزان. بيسك نحكيو احنا على العاطفي والعاطفي والعاطفي، الانفلونس زاده نتاع لو سومي النوم على ليكيليبر ايموسيونيل. هوني برشا ناس تتسائل يقول لك شوف راهو اللي قاعد في الدار السيدونتيغ مش كيما السويع الناس اللي تخدم برشا. فما يقول لك اللي يعمل رياضه يستحق سويع نوم. فما اش كيفاش نحصروا معدل الساعات لكل بدن باش اوموا ينساهموا في التوازن العاطفي لكل بدن؟ بي لهنا بالنسبه للنوم راهو اون بارل با دو نومبر دور، اون بارل دو سيكل. لو سيكل نتاع النوم كل حد وكيفاش. لي بتي دورمور ينجم يكون السيكل نتاعهم صغير 4 دراج، دونك يفو 8 à 9 سيكل معناتها فينالمون باش تلقاه كي يرقد الخمسه سوايع نتاعو يقوم ناشط بالكدا. فما لي غران دورمور اللي السيكل نتاعهم يقعد حتى ساعتين تلقاه يرقد 10 سوايع باش ينجم يعمل 5 سيكل. اما ساعات نرقد 10 سوايع شنو تسمى؟ دونك اذا كنت تقعد 10 سوايع وتقوم ناشطه هذاك شنو اللي لازمك معناتها تتسمى من لي غرو دورمور اللي يستحقوا برشا نوم. كل واحد والميتابوليزم نتاعو سي باغ سيكل تتحسب هي. دونك لهنا كيفاش نعرفوا لي سيكل نتاعنا اللي وقت اللي كيف ترقد ما تستحقش 5 سوايع يقول لك قم تاعب ما نجمش حل عينيا. وفما العكس اللي يقول لك انا 5 سوايع نقوم ناشط. هوني مش هو ناقص، هوني بدنه يستحق السوايع هذيك. دونك اي فوالا مي اون جينيرال باش نقرب شويه معناتها اللي يتفرجوا فينا اون جينيرال فما 8 سوايع بور لي زادولت لازمين واللي يكونوا في دي كونديسيون تاع نوم. ما يبداش الوي في محلول، ما تبداش التليفون بحالنا خاطر لي زوند هذوك راهم ياثروا برشا على النوم نتاعنا على كاليتي دو سومي. التمبيراتور نتاع البيت برشا عوامل تدخل فيها على خاطر هوني اهميه النوم مش حتى في الميزان اكهو وانما في لو كومبورتمون اليمونتير. برشا الناس تاعبين ويعوضوا التعب نتاعهم بالماكل. يقول لك كي ناكل باش ننشط. هو لا يلزمك ترقد معناتها يفو الى ريكوبيراسيون اللي تصير في النوم. دونك كل واحد وبدنه. فما اللي 8 فما اللي 9 فما اللي 10 هو يشوف يعني حتى 4 دراج. اي وفما سانكرونيزاسيون راهو زاد ما بين لو مونتال ولو فيزيك على خاطر فما برشا قلت لي انت اللي يخدموا مش كيما اللي قاعدين في الدار. كيما سيدونتيغ كيما يخدم كيما يترينا اللي في الدار واللي يخدموا على البيرو كيف كيف فيزيكمون زوز مرتاحين. مش تعب فيزيك فما تعب مونتال اللي يخدم وغادي شنو يلزمو يعمل باش ينجم يرقد خاطر يبدا المخ تاعب اما البدن مرتاح. لازم يعمل شويه اكتيفيتي فيزيك باش ينجم يتعب تعب روحه باش هاد فرد فوالا يكون المخ المخ والبدن يكونوا معناتها متوافقين العقل والجسم والجسم من الجوع شفت يطلع منه راني عارفه باش تكبش ديما العاطفه تطلع منها ياسر مشاكل في كل شيء. انا ربحت 50 غرام من خلاص الهضره طرف بسيسه و50 غرام حمص جاوك بي وجاوي سالبي باش ما تمرجنيش من بعد. راهو هي خاطر باش تكبش لك على الحاجات اللي سومها رخيص. بربي هيت نذكروا الناس اللي تتفرج علينا اذا كان بستريس يسمنوا ولا يضعفوا شنو هي الماكله اللي سومها معقول ماهيش غاليه نبعدوا على الفخوي والفخوي ساكل غالي.
فعالين سمها معقول وتعطي السعاده وتعدل لنا الميتابوليزم نتاعنا. باهي باش نبداو بال قيد المجموعه الغذائيه نتاع الفواكه الجافه نحكيو جرجلين وكاكاوي. باهي جرجلين اللي نجم بالطبيعه لوز زوزه لا ماهمش فواكه جافه هذوكم. باهي حمص بقوليات فوالا باش نمشيو للبقول زاده كيف كيف. باهي برشا عدس حمص فول دونك باهي برشا هذوما اللوبيا زاده كيف كيف لوبيا بيضه حمراء حتى الحمراء ولات موجوده. الحبوب الكامله القمح والشعير نتاعنا زاده كيف كيف اللي نلقاهم في البسيسه خاطر الخبز الكامل زاده مش ناس الكل معناتها نجموا دونك نلقاه في البسيسه اللي هي تنجم تكون فيها الحمص تكون فيها العدس معناتها تكون مش فيها زاده الزيت فيه الاوميغا 3 زاده يزيد الزيت فيه الاوميغا 9 اللي في الدنيا يولي اوميغا 3 واللي باهي برشا جوستومون عصيده بيضه باهيه عصيده بيضه فرينه باش تكون غفينه اما كي نزيدوها العسل تولي باهيه خاطر العسل هذوما اللي هذوما الماكله نتاع السعاد فوالا هذوما الحاجات اللي نركزوا عليهم البنان زاده باهي برشا الموز البنان الشوكولاته دونك لو كاكاو زاده باهي برشا معناتها اللي فيه اللي هو الشوكولاته الغله بصفه عامه كلها معناتها السكر نتاعها باهي وفيها برشا فيتامينات اللي هي باهيه للجسم نتاعنا شكرا يعيشك.